ضفة أخرى، تواصل معكم ذاكرة الشروق. ضفة أخرى للفرح. نعم. زميلنا أحمد موسى واستضافة البيع، ونتابع. تحية الفرح والمساء الجميل. في ناس بيعيشوا بيناتنا، بيملوا حياتنا فرح وسعادة، بنفقدهم في شوارعنا، في زقاقاتنا، في أسواقنا، في مناسباتنا، بيحبونا الكبار والصغار عندنا. قدر ما نشوفهم وجوهنا بتبتسم تلغائية كده، ديل هم الظرفاء، ضفة الفرح الأخرى. نحن في حلقاتنا دي بنلاقي ظرفاء من كل أنحاء السودان، وأنا سعيد جدا في الحلقة دي أرحب بواحد من ظرفاء المناطق من الحلة الجديدة، فيصل جقود، مرحب بك. في البداية برحب بك وبرحب بالسادة المشاهدين، وإن شاء الله نقبة خفيفة الظل عليهم. كتر خيرك، وسعيدين جدا يعني يكون معانا الفنان الكبير الأستاذ لمين البنا. الأستاذ مرحب بك، كل سنة وأنت طيب. كل سنة طيب يا أستاذ أحمد موسى، والتحية خاصة لتلفزيون الشروق ولكل مشاهد، له التحية والخير، وربنا يعني يجعلنا خفيفين الظل عليهم. الله يديك الصحة والعافية. طيب فيصل، نحن نبدأ طوالي جدا. فيصل جقود، جقود دي اسم ولا لقب؟ والله في الحقيقة لقب بتاع والدنا، ناي وسار علينا زي آل نهيان وآل سعود. يعني الحكاية هي لقب والدنا، وبعدين هي جقود بلغة هنا الدينكة وهنا الضناغ، لا الزول النحيف. النحيف يعني نفسه تبقيتوا علي جقود. علي جقود والحمد لله. بالحلة الجديدة. بالحمد لله. الحمد لله. طيب انت فيصل من الحلة الجديدة ومولود في الحلة الجديدة، لكن عندك علاقة حميمة بتحبوا من درمان، ناس من درمان ذاتهم بيحبوه. والله يا حمد موسى، يعني انا ما يعني عشان اهالي في الخرطوم ما يزعلوا مني. يعني ام درمان بجد يعني يمكن يعني اضافت لي كثير. واضافت لي كمان الزوجة. ربنا يعني المرأة من أم درمان، المرأة من أم درمان. لا دي 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 حقائق ولا هرشة؟ لا لا حقائق. يعني أنا عرفت أم درمان قبل المرأة يعني. نعم. وتاني جيت عرفت المرأة، يعني دي كمان يعني قوت الصلات، وأنا لا يمر يوم في حياتي إلا أكون في أم درمان مهما يكون. مع ديرما قبل ما نمشي للاستاذ اخونا ديرما ده، طبعا ديرما ده طبعا مشهور، يقول لك يلعب يلعب. فقام في واحد اسمه مالك، فمالك ده طبعا ودنباوي، ديل طبعا ناس المشاكل طبعا. نعم. ناس ودنباوي ديل في الكوره بقى شكلتهم جاهزه، وانا طبعا ضد ودنباوي، يعني بحب اشجع ضده بطريقه. فبقى يتكلم مع ديرما، وديرما داير يجي يقول للاعب ارجع ورا عشان شنو، وذاك مفتكر ديرما جايو، قال له مش الكره دي خليناها لك ذاك، وقام طلع مشى. لكن على رغم الالم رغم العذابات الألم تنسى الشعاع من ذاتك تتفجر الثنا، في صبري تصبر لا
للألم بقوة تتحدى الفناء وتطير على الأكوان أمل إلى النبي وعامر منى لكن على رغم الألم رغم العذابات والدنا رغم الألم تنسي شعاع من ذاته تتفجر سنا في صبر تصبر للألم بقوة تتحدى الفنا وتطل على الأكوان أمل يا ندي وعامر منى شكرا للزملاء في الكنترول وتحية لمحمد موسى الحاضر الغائب وتحية برضو لضيوف والأمير البنا وفيصل جبود واحد من مشاهير الحلة الجديدة الرياضيين يعني صحيح.